انا شخصيا ما شفتش واحد بيبيع بالشكل ده. راجل قاعد بيبيع، فنتفرج احسن. يلا بقى قوم يا ابني. هات يا ابني. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا، ازيك يا حاج؟ الله يخليك. ازي صحتك؟ والله انا جاي المستشفى دلوقتي. لا، الف سلامة ليك. تعبان قوي، حنيا وجعاني. الف سلامة ليك. انفلونزا حضرتك طول السنة بانفلونزا. الف سلامة. يعني حاجة زي خد انا الشيء. الجو ملخبط. جيب لي كباب وحتة بسبوسة على حبة حاجات كده، فاكهة وبتاع، وجيب لي حبة عصير حاجة ساعة. يلا روح. حضرتك خدت ايه حضرتك؟ خدت علبتين مناديل. اهو حضرتك اتفضل. انا هدي لك حضرتك. انا مؤاخذة يا عم، كنت بسدد حاجة كده، ربنا يرزقنا دلوقتي بأي حاجة. سدد حاجة؟ اديت الواد، انت بتقول له هات بسبوسة وهات كنافة وهات مش عارف ايه. معلش، هيجيب لي حتة لقمة ما كانتش بالصبح. معلش الدكتور قال لي لازم. طب ما انت ما معكش فلوس، انت هتاكل على حساب غيرك. هيرزقنا. لا يا باشا، احنا حقك بس ده هيوصلك. امال ايه بس؟ روح ياض هات لي وهات لي. معلش انت مش عارف نفسك في ايه. ياض يا جابر. ياض يا جابر. يلا يا عم خلصنا. ما انا عايز الحقهولك قبل ما يمشي. الحقولي قبل ما يمشي مين؟ ما الواد ماشي. مناديل ورق. معلش يا عم، دلوقتي زماله جاي. وبعدين في الشغلانه دي بقى مناديل. مناديل. طيب ولا بخصك يا عم؟ انا مش جاي اقف هنا يا عم. علبتين اعمل انا هعمل فته بيهم. انت كده حضرتك ولا مؤاخذه هتستهلك يا سيدي. انا هعمل فته ده. انت قلت لي عاوز علبه، خدت اتنين. أيوه. انت هتديني اللي عندك كله. الواد هو اللي باع لك الاتنين. افرض انا معيش غير على قد دول، عاوز الباقي حاجه تانيه. ما بيخسروش صدق يا سيدي. انا لسه واخد بعت اودي الفلوس، باقي الفلوس في البيت. طيب راح اجيب حاجه. ربنا هيرزق دلوقتي باي حد يا عم. خلصنا يا عم. بلاديل. بلاديل ده شغلاني تقدي. بلاديل ورق. بلاديل ورق. ده ما كانش يوم اشترينا فيه حاجه. ده حاضر يابا، ما توجعش دماغنا العيال بقى. يا بوجع ده بفلوسي واوجع دماغك. يا عم فلوسك في الحفظ والصون. انا ما خدتش حاجه من حد. وانت جاي من بيتكم من غير اكل يا اخي. يا استغفر. بعد فلوس الناس تجيب اكل بيها. ما فيش في البيت اكل يا عم. خلصنا ولا وانا ذنبي ايه؟ بلاديل. بلاديل سيبنا يا عم. ليه وجع القلب ده؟ حاضر يابا. انا اللي اسيبك؟ انا عمري ما خدت حاجه حد. خدت حاجة حاجة. بلاديل. بلاديل. بلاديل ورق. يا عم خلص يا عم. ده انا هستنى الناس اللي انت هتبيع. انت هتبيع وبعدين تقول لي خد الباقي. معلش يابا، انت ليك كام؟ يابا دول بقيت 20 جنيه. علبة بلاديل بكام؟ بجنيه. يعني هتديني 18 جنيه من جيب الناس؟ باذن الله. يا راجل شوف، فتش في جيوبك. انا موظفين صدقني حضرتك. انا ما بكذبش عليك. انا ما بكذبش يا سيدي. انا ذنبي ايه؟ ما انت قاعد بيها لازم يكون في جيبك باقي للناس. ما انا اصل كان عندي ظروف يا عم. قول لي ما فيش فته وانا كنت امشي. ما اقدرش عشان دي لقمه عيش يا عم. لقمه عيش. وبعدين عم. الراجل راجل كبير زي ده، هعمل فيه ايه انا؟ ايه انا عايز تضربني مثلا؟ انا هضربك؟ ما اقدرش اضربك. هضربك ليه بس؟ يا عم حاجتك بس كده غلط. والبضاعه اللي هنا حد اللي انت دفعته. لا اله الا الله. بلاديل بس. اطرهن انا. اطرهن انا. خد حضرتك كل ده. خد اي حاجه حضرتك. اعمل بيه ايه؟ الحمام انا مش عاوز. خد انا خمسه حضرتك يا عم. انا بصرف من الفلوس على القد. على قد دول وامشي. معلش يا سيدي ما عنديش حمام. يا عم ما جرس حاجه ولا باخذ. انا تعبان وعيان. انت هتقعد يا عم على... سلامتك يا اخويا. ما عندكش بس حمام. انا عاوز الباقي بتاع. ما عنديش حمامات. ماليش حمام. ما فيش حمام. انا بشتري ولا في الحمام؟ انت مالك انت يا اخي؟ انا بكلم حضرتك يا عم. خلصني يا عم، خليني امشي. يا علبة مناديل يا ريس. سبحانك يا رب. ربنا بيكرمنا اهو. اهو باذن الله. اتفضل يا سيدي. طب وانا اعمل بيه ايه ده؟ فاضل لك كمان باذن الله 17. طب انا هقف ل 17 جنيه؟ يعني انا هقعد طول النهار؟ ما طول اليوم معاك بقى. لا باذن الله خير. باذن الله. قول يا رب. يا رب. يا عم مديله 20 جنيه علشان خاطر يديني مناديل. خدت علبتين مناديل، خدت جنيه منك انت. باعت الواد وجا عاوز يجيب مناديل حمام ومش عارف ايه. بقى تجيب كباب وجيب حلويات عاوز يحلي. عيان عيان. انت عيان. انا باقي لي 17 جنيه دلوقتي. يعني اخدهم بعد شهر اهو. اتفضل يا عم. طب روح. اتفضل يا عم. بصيت على البسبوسه؟ الفلوس دي بتاعتي. روح يا استاذ. انت باقي لك كام يا استاذ؟ باقي لي 17 جنيه. جاب يا استاذ. هتستغنى عن المناديل؟ هتستعملها يعني؟ هاخد انا كبش بتاع هو ده قاعد يوم صوب ولا قاعد يعني؟ ما تاخدوش النهارده، تاخده بكره، تاخده بعده. بكره مين ولا بعده؟ هشوفه فين؟ يا عم ما تقولش يوم صوب. يا عم عيب ما تقولش يوم صوب. لبسه مفترض تشوف بياكل ولا هو بالهنا والشفا. ادعي له، ادعي له بالهنا والشفا. الكلام ده انا لما كنت بشحته وبسكت عليه ولا حاجه. انا ما حدش شحت. عيب تقول كده. امال ازاي يعني؟ ما تقولش لقمه. امال بتاكل بفلوس مين انت؟ بفلوس
فلوسك وقتها لك. انت بص دي فلوسي، هقلب عليك القتل والحاجه بتاعتك يا عبد. ليه بس؟ الفلوس بتاعتك احنا ما غلطناش بحضرتك. لا انت غلطان كده. في ايه بس؟ ايه وجع القلب ده يا جدعان؟ اسمعني حضرتك. اسمعك ايه؟ انت مش ليك بقيت 7000 جنيه؟ بقى ليا. يا بقول لك هتاخد منه البلدين وهنا قطني، هقعد شهر اخد بلدين. انا بقص عشان ورايا شغل يا عم. لا انا مش شغال. الراجل بياكل ونفسه ما عشان ايدك. اه اتفضل. ادي هينقط. ادي له جنيه. هو انا اللي ببيع مناديل؟ انا ده اتوسخت. خد حقك يا سيدي، خد اديني ال 20 جنيه بتاعتي يا عم الراجل. يا عم يا عم اديني ال 20 جنيه بتاعتي يا رب. انت كده تاخد النعمه. مناديلك اهي يا عم. ال 20 جنيه بتاعتي هات يا عم. استنى انا مش فاضي لك يا عم، ورايا شغل ورايا مشاوير. بقول لك انت كده هتاخد حقك. انت عارف انت لما تاخد جنيه. انا ازاي يا عم؟ الراجل عم بياكل قدامك. انا هقول لحضرتك بس انت ممكن توصل لحقك. الراجل ده بيقول معهوش فلوس عشان يديني، ياخد الفلوس صاب ليه ويبعت بيها الواد ويجيب اكل وكمان حلي بتاعت مين الفلوس؟ انا فلوس 20 جنيه. بيت فلوس يعني؟ ايوه. وجاب بيها الاكل ده؟ ايوه. هي نصبه. هو يا عم ما تغلطش فينا. ما اغلطش ازاي؟ ما تغلطش فينا. ده جاحه يا جدع. انا هقول لك بقى. لا هو بياكل لقمه من هنا وشفا. هقول لحضرتك حاجه، افرض ان انا معيش غير ال 20 جنيه. انت ما بقالكش 17، انت بقالك 16 دلوقتي. اللي ربنا كرمك بجنيه كمان. احنا بقالنا ساعه دلوقتي في الجنيه والاتنين دول. عدى عليه بعد 3 4 ايام كده ممكن يكون هو. عدى عليه يا عم. انت محمول قوي ليه كده؟ انا مش محمول. امال ايه يا عم؟ انا مش عارف. حاجه كلام فارغ. 16 جنيه يا سيدي هاته. هات ما دام انت عارفه. انت حاطط له ده راجل كويس والله العظيم. بس هو طب هات انت. طيب طلع ما يقرش كده من جيبك كده وقال. لا ايه يقرش؟ امال يعني ايه يعني؟ امال ايه يعني؟ ايه يقرش؟ مش هو ده. ايه رايك؟ بقول لك ايه؟ هي عصابه يا جدع. انتوا مع بعض. لا انت لو مشغول في فلوس او حاجه انا ممكن اديك. يا عم انت تعرفني تديني ايه وانت اجدع مني؟ شغال يا ريس. شغال يا ريس. انت هتخش في شغلتي ليه؟ بقول لك شغال ايه بس اسمعني. شغال ايه؟ شغال زي ما شغال. انت مالك؟ انا طلعت 20 جنيه اشتري مناديل. انت باقي لك كام؟ الراجل يجيب اكل واحد ما عندوش دم ونفسه مفتوحه قدامنا. ما تغلطش. ما تغلطش ازاي؟ الباقي حاجات بسيطه. حاجات بسيطه. 16 جنيه. 16 جنيه بس ده يعني؟ يا عم هجيبهم. تديهم طفح السم وتاكلوا. انت بتستنى ليه ولا بقى؟ 16 جنيه. والله يا عم انت برضه غزاله وكلاسه. يا عم هو انت بالصبح عمال انت ايه؟ اللي ليك بغبغان معاه وانت كمان. يا عم خلصونا احنا لينا فلوس عاوزين ناخدها. بقول لك انا مش شويه هبهدلك وهضيع لك. ولا هتعمل اي حاجه. والله هعمل معاك واوريك. ولا هتعمل اي حاجه. يا جدع اقعد ساكت. يا جدع انت اهو عاوز ايه؟ بس يا عم. بس يا عم. ايه 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 يعني؟ ايه؟ بس انا انت أنا انت مين انت؟ مش بتاع مناديل؟ بمثل مع حضرتك. بتمثل ايه؟ بمثل. تاخد فلوس مني وتقول لي بمثل؟ ترزعي ده ليه يا ست؟ طيبك ال 10 جنيه مش فاضيه لي. انا عايز اعمل خير فيك وحاجه غريبه. نعمل خير ايه؟ احنا مش عايزين الخير بتاعك. طيبك ال 10 جنيه. ايوه ما انا بعمل خير عشان افك لك. يا عم خدك على نفسك. طيبك ال 10 جنيه نفضل فينا اكتر من كده؟ بلد المناديل بتاعتك مش عايزين تدي 10 جنيه. مش فاضيه يا ست. انا افضل واقفه له كده. دي ال 10 جنيه بتاعتنا احنا مش فاضيه لك. ايوه بيه مناديل. ايوه طبعا. عايز ايه حضرتك؟ طيب اهو اتفضلي بقى. ينقط لعبه ال 10 جنيه. ينقطنا جنيه بعد جنيه. ربنا طب عايزين 8 جنيه. حاضر حلاوة فين. اتفضل يا سيدي. انت حضرتك بتيجي عندي كل يوم. انا عمري خليتها لحاجه بقى ولا حاجه. طب احنا مالنا؟ يمكن انتوا مع بعضكم. احنا مالناش دعوه. انت بتتنطط من حته لحته. صحيح بس يعني حقاني يعني. يا ست انت بتزعلي ليه عليا؟ زعلان. احنا مش عاوزنا زعق. واخد فلوسنا مش عاوزنا زعق. بلا تعبان. وبعدين تجيب بيها اكل كمانك وحاجه مش في جيبك. ان شاء الله يجي. اه شفت الراجل ياخد ابو دم بارد ياخد بقى تجيب اكل. اتفضل. شوف ولاد بسبوسه. اتفضل بقى بتتابع لك. اتفضل روح اجيب ايه ده؟ قول له جيب. يا عم انت مشينا يا عم انت. باذن الله هترزق. هنمشي من هنا يا بيها رزق ولا فيها غيره؟ باذن الله. يا عم مشينا. عشان ما بقاش فيها اساءه يعني عشان احنا ناس ولاد بلد. اتفضلوا بعض. لا يا اخويا ما نتفضلش كده بس فلوسنا. فلوسك. انت دمك بارد قوي يا اخي. مش تدينا فلوسنا. اهو مش هتكلم. يا عم ادينا فلوسنا والله العظيم هقلب لك الحاجه دي. ولاد بلد وراجل يمكن انتوا كانكم. يعني ياخد فلوسنا يعني ما يجيب كمان حاجه. كانكم انتوا عزمتوه. جايب كفته وجايب غيره برضه من كده. لا مش عزمتوه. كأنكوا عزمتوه. لا ما عزمناش. احنا معانا برضه الاولى بالفلوس اللي هو خدها. ما يمكن هو اولى برضه. لا احنا اولى بيه. احنا معانا عياله ومعانا رجاله اولى بيه. طب احنا مش شايف. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ طب ما تقعدوا تاكلوا معاه. لا ما بناكلش. احنا عاوزين فلوس. انا قلت لهم يا بيه دول احنا عاوزين فلوس. انا بكلمك ولا بهزر. شريت بنت بلد انا تعبان. اهو اهو اتفضل. اتفضل يا هاني. اتفضل يا هاني. كده بقى ليكي كام؟ كده بقى ليا 7 جنيه. طيب هانك اهو. هانك 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 ه
حضرتك يا باشمهندس بيشتغل انت هنا في المصلحه اللي جنبك. انا عمري كدت عليك حاجه ولا ورده. لا انت راجل طيب طول عمرك. غلطت باخد 10 جنيه بديها لوالدك. طيب فين بقى؟ ما خدت فلوسنا راجل بياكل بيها. 10 جنيه وانا خشان قلعه تعبان شويه. لا الف سلامه. اديت القلعه 10 جنيه جيب لي لقمه باكل. يعني الدكتور قال لي كل اللي جاي المستشفى تعبان وانا بتاكل من جيب غيرك مش تاكل من جيبك. يا ست ما خدتش فلوسك قد ايه؟ خد مني 10 جنيه، خدنا مني فلوس مناديل، بقول له فكي لي 10 جنيه. خد ادانا كيس مناديل بالعافيه ومش عاوزينه كمان كيس المناديل. ادانا 2 جنيه ومقابلنا على 7 جنيه، احنا مش فاضيين. طب بقول لك ايه، انت مش فاضيه وراك حاجه؟ ورانا بيت ورانا عيال. طب ما تفوتي عليه بعد. شوف انا جبلته بارده ازاي اقعد باكل في الكفته وجبلته. ليه انا جبلته بارده؟ لا انا والشيف، لا انا والشيف. لا انا والشيف ايه يا شيف؟ طب جبلته بارده قوي فيها، شوف ياكل بغيظ فينا ازاي. يا بلا 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 بيا بلا 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 بيا بلا 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 بلا